تقريبا راح نوصل لجنات ما له علاقه الفصائل الوثائق ما يتدخلون بعمل القيادات الامنيه. وليش الفصائل تقتل الناشط؟ يعني شنو ضرر الناشط على الفصائل؟ الاحزاب او الفصائل اللي ذكرت، اولا هم جزء من العمليه السياسيه بالبلد وجزء من القوات الامنيه من البلد، فمن غير الممكن ان قوات امنيه تقتل ابنائها. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم بكل موضوع نطرحه في كل حلقة. بداية نحب نتمنى أو نحب نوجه لكم أنه أرقامنا على الهواء مباشرة، تقدرون تتصلون بها بأي دقيقة من دقائق هذا البرنامج، تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي راح تظهر في أسفل الشاشة هنا. فعدكم بداية هاي الأرقام اللي ثلاثة تشوفوها داخل العراق خارج العراق على حد سواء، تقدرون تتصلون بنا بأي دقيقة على هاي الأرقام. إضافة إلى هذا الرقم، هذا الرقم مخصص للرسائل المكتوبة فقط، يعني نصوص تكتبوا لنا رسالة تقولوا لنا شنو تتمنون شنو تريدون، أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة. اما هذن الرقمين اللي تشوفوهن، ذني الاثنين اللي هنا، ذني مخصصات الى داخل العراق فقط من زاخو الى الفاو، تقدرون تتصلون بينا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من ذني الارقام. فعدكم ذني الاثنين اضافه الى الثلاثه الاولانيات صارن خمس ارقام تقدرون تتصلون بها باي دقيقه، وعدكم رقم الواتساب تقدرون تدزون به رسائل حتى نقدر نقراها. الفيديو اللي طلع في بدايه البرنامج بعد شاره البدايه هو لمدير شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي. تسمعتوا ايش قال؟ عباس ناجي ينكر انه الميليشيات هي اللي قتلت الناشطين والمتظاهرين، يقول لي انه هي فصائل مسلحة وهي جزء من المؤسسة الأمنية الحكومية، وعليه من المستحيل او من سابع المستحيلات انه فصيل حكومي او قوات رسمية تقتل ابناء الوطن. لعد يابا اللي لابسين الزي العسكري واللي طلعوا بالتظاهرات وكتلوا وضربوا، ذولا من وين؟ زين اللي اعتقلوا الناشطين وعذبوهم وطلعوا، ذولا من وين؟ زين اللي ضرب دخانية وكتل بها من كتل، هذا مو من القوات الأمنية؟ كنا نتذكر بثورة تشرين بساحة التحرير تحديدا ببناية المطعم التركي، المتظاهر اللي قاعد فوق ويقول لهم جماعة الشفت الصباحي صباح الخير وينكم، جماعة الشفت المسائي ضوجونا. تذكرون سالفة الشفت الصباحي والمسائي؟ ذولا اللي كانوا قاعدين على الجسر من وين؟ إذا هم القوات الأمنية ما تقتل وإذا الميليشيات ما تقتل، لعد منو الكتل المتظاهرين؟ أنا أردفت مسا إيش يتوقع أخونا بالله عباس ناجي؟ يتوقع أن الشعب راح يصدقه؟ أنت مدير شرطة محافظة البصرة اللي طبوا على ساحة التظاهر بالبصرة واللي السيارة اللي داست واللي كتلت والطلاق الحي اللي صار بمحافظتك، من الضربة؟ مئات المتظاهرين بل آلاف المتظاهرين اللي انكتلوا بثورة تشرين خلال عمرها من تشرين عام 2019، مئات الناشطين اللي انكتلوا وبمحافظتك أكو ناشطين وناشطات انكتلوا، تجي هسه أنت جاي تبري ساحة الميليشيات؟ هي راح تنفهم واحدة من اثنين، يا انت نعطيهم الامان يسوون اللي يسووه وتقولهم ما عليكم احنا نبري ساحتكم، يا انت كل شيء ما تفتهم. واذا تردون الصحيح فهو يجمع الحالتين، هو نعطيهم الامان مو هو، ايران اللي تتسيد على هذا البلد، فمدير شرطة البصرة عباس ناجي ما يقدر يحكي كلمتين قدام إيران وكلها تتذكر المعمم تاجر المخدرات
اللي لزم على أحد المنافذ الحدودية دا يدخل مخدرات للعراق من إيران، إيش صار بالضابط اللي ألقى القبض عليه؟ وما تفتهم، لأنك لو تفتهم أصلاً ما صور هذا التصوير، وما تقول إنه دولة تابعين إلنا، وما دام هم تابعين إلنا فإحنا مستحيل نقدر، أو مستحيل القوات الأمنية تقتل أهلها أو مواطنينها. لا، هذول دا يموتون، منو دا يقتلهم؟ همينا راح ترجعون بنظرية الطرف الثالث اللي ما حد كان يفهمها، وفجأة طلعوا القبعات الزرق جماعة التيار الصدري وانفهمت. لو همينا راح ترجع على نظرية المندسين، وهمينا طلعوا من جماعتكم. لو همينا راح ترجع إلى نظرية التكفيريين، لو ترجع إلى نظرية الجوكرية المدعومين من سفارات الدول اللي ما افتهمنا لليوم، الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية المن تدعم؟ تدعم المتظاهرين، وتدعم الحكومة، وتدعم الميليشيات، وتدعم الهواية. حتى هذا العامري بلسانه اعترف انه هو كان ياخذ فلوس من الأمريكان، والأمريكان نفسهم اعترفوا لما قالوا انه قطعنا التمويل عن بدر وبعض الفصائل. فماذا نفتهم؟ المن تمول أمريكا؟ والشنو بده يصير هذا كله؟ هسه نرجع ونقول ليش القوات الأمنية اليوم تحديدا مدير شرطة البصرة اللواء عباس ناجي ده يبري ساحة الميليشيات من دم المواطنين العراقيين. انت مو عراقي، لو هم مو عراقيين، لو الماتوا مو عراقيين، لو شنو الموضوع؟ مواطن ضاج 17 سنة، نعطيكم مجال، انتظر سنة من السنوات مرة واحدة تشتغلون بذمة وضمير ويفرح ويقول انه اني عندي بلد، البلد وصلتوه للحضيض، انتهى كل شيء بيه، مات كل شيء بيه، حتى المواطن مات، مات من الجوع، مات من العطش، مات من عدم توفر الدواء، مات من قلة الكوادر الطبية تفتهم، مات من المحسوبية، ومات على إيد الميليشيات والاغتيالات وكواتم الصوت والمطارات اللي راكبيها ناس مسلحين. أرد أسأل المدير شرطة البصرة، أكو لواء ببغداد اختطفته ميليشيا، لواء كان هو وحمايته، والفيديوهات موجودة على الانترنت، تقدر تقول لي ذولا منو اللي اختطفوه؟ حيدر العبادي من كان رئيس وزراء منعوا الميليشيات من أن يدخل محافظة، بما أنك تقول إحنا قوات أمنية. سليم الجبوري من كان رئيس مجلس نواب منعوا من دخول ديالى اللي هي محافظته، بما أنك تقول إن هم قوات أمنية يتبعون القوانين ومستحيل يحيدون عن قوانين الرسمية. هاي الميليشيات اللي أنت دا تقول عليها أخويا العزيز بالحرب على داعش الإرهابي، حتى لا تقولون أنه إحنا ما نقولها، قالوا بكل محافظة أكو 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 آلاف واحد، بس من الموصل ماتوا 40 ألف واحد، فوق العدد يمكن بأربع مرات اللي أنا قلته، هم قالوا أقل من هذا العدد بهواية، واللي انكتلوا بالأنبار، واللي انكتلوا بصلاح الدين، واللي انكتلوا بديالة، واللي انكتلوا بجرف الصخر، وتجي تقول احنا ما نقتل مواطن، او الميليشيات عفوا القوات الأمنية ما تقتل مواطن، ومستحيل تسوي هذا الشيء، ومستحيل تسوي اغتيالات. زين هو منو عنده سلاح وكاتم صوت بالعراق؟ المواطن؟ زين اوكي، خلنا نجي ويا مدير شرطة البصرة وخلني نعترف ونقول، عفوا مو نعترف، نفرض جدلا انه الميليشيات ما تقتل. قل لي اخويا بلا زحمه، من 2003 لليوم الاغتيالات اللي صارت ببغداد منو سواها؟ مدير شرطه البصره سؤال لك، اكو ناشطه اسمها سعاد، منو قتلها؟ عدد الناشطين الموجودين او اللي انقتلوا او اغتيلوا
بباقي المحافظات. أبو طه من بغداد حياك الله. ألو السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية خاصة إليك ولا قناة الرافدين. حياك الله أخوي. أستاذ أفل بالنسبة للقوات الأمنية اللي قتلت المظاهرين. نعم. قولهم مو عراقيين قوات الأمنية. قولهم نعم. جايين من أذربيجان. وقتلوا المتظاهرين. شنو بهاللعبة هاي أستاذ أفل؟ يعني يومية وطالعين نفس سالفة زين دول المتظاهرين مو القوات الأمنية قتلتهم زين اللي بساحة التحرير قبعات الطرق وغيرها 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 دول المتابعين مو الميليشيات يعني من قربة موعد الانتخابات ولو أجلوا هذه الانتخابات يعني قاموا يبررون حواقبهم خشوي يستحون على نفسهم عيب لأنه الشعب العراقي كل عرفهم وعرف سوالفهم وعرف بأنهم جايين لتدمير العراق لقتل الشعب العراقي لقتل المتظاهرين كافي عاد كافي مملين من هالسوالف هاي مالتهم زين جابوا لنا المعممين وجابوا لنا ايران وجابوا لنا كذا وجابوا لنا شو يجيبوا لنا بعد؟ راح يجيبوا لنا بعد يعني دمرونك دمروا الشعب العراقي البطاله اللي عندنا القتل بالشوارع جابوا لنا الطائفيه جابوا لنا داعش جابوا لنا القاعده وهسه كل هاي يقولون مو القوات الامنيه اللي قتلتهم بعد من قتلهم؟ بس اللفتين جتير قوات خارجية قتلتهم منين هاي قتلهم منين يعني والله إذا جت قوات خارجية وقتلت المواطنين العراقيين والعراق بجيش قرة عينة للجيش العراقي اللي اكو قوات الطب وتطلع رحم الله والديك ما كل قوات أجنبية زين هذا الطفل اللي لزمه مساحة التحرير وزينه بالكتر زين هاي مو القوات الأمنية لزمته وآمر فوج واقف على فترة الجمهورية باوا عليهم منين جابوهم ذولا؟ مو القوات الأمنية؟ ليش عاقبهم رئيس الوزراء؟ يعني أدري هاي قالت أبو المثل يقول علم بعد تقراهن دربكم فوق اسبي دربكم وكل العالم عرفته استوعوا على نفسكم وطلعوا بكرامتكم أحسن الشعب العراقي كله يثور ويسويكم مثل الوزراء اللي سحلوهم وذبوهم بالحاويات مال النفايات يعني الشعب العراقي بزعت روحه كهرباء ماكو مي ماكو عمل ماكو يعني منين مذبها كلها ماكو مل الشعب العراقي يعني أسوأ حكومات دت على التاريخ العراقي هاي أو أسوأ منظومة أمنية مرت على تاريخ العراق يعني هشايف حكومة تقتل بشعبها يا حكومة هاي ما مرت علينا ايش حكومات قبل نعم أنا عمري 59 سنة ما شايف ايش شيء القتل بالشوارع القتل على الهوية القتل اللي يطلع بالتلفزيون ويحكي حكاية شنو القضية دفتين ذول يعني شنو من يام الله نعم يعني ايش يستوي الكراسي خزونا بين الدول والله أدفر والله العظيم خزونا بين الدول يعني الجواز العراقي انتهى الجنسية العراقية انتهى كل سببهم هم سبب نظامهم الفاشل نظامهم السيء اللي ما يعرفون يقودون يعني كل واحد ما يعرف يقود عائلته يجي يقود بلد شو اعتمد عليهم ذولا يعني شو اعتمد عليهم وجايين من انتخابات انطوها بشهر السادس ليش عدلتوها بشهر العاشر يعني راح يمددوها شهر العاشر بعدين يصير شهر 12 ويرجعون على 2022 ذاك الطاس وذاك الحمام كل شيء ما سوينا بانه المعممين الموجودين قالوا مفرد انتخابات هسه تصير يا بليش بانه هاي تاثر عليهم يقول لك خاف يطبون المتظاهرين ويسوون كتله ويطلعونه فهاي هم القصد مالهم
يعني جايين تدمير الشعب العراقي وتأجيل الانتخابات. نعم. زين أجلوها حتى يدمر الشعب العراقي على بكرة أبي، وإن شاء الله الشعب العراقي صامد وواقف مثل شوكة بعيون الفاسدين. نعم. واليوم إن شاء الله نسحلهم. نعم. شكرا 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 لك أبو طه من لندن. عادل حياك الله يا عادل. الله يحييك عيوني. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي العزيز، الموضوع هو بارتباطات، ممكن إذا تسمح لي بس أتكلم على تصريح حسن نصر الله قبل أيام على المقاومة. هو صرح قال إن المقاومة أسسها المقبوح سليماني والمهندس. نعم. طيب بس عندي 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 كم سؤال إلى والأنصار والمخدوعين به. إذا كان المهندس وسليماني هم من أسسوا المقاومة، طيب الهجوم اللي صار على الفلوجة وقتال مقاتلة المقاومة العراقية بداية الاحتلال 2003 و4 و5 و6 من كانت الحكومات المتعاقبة حكوماتهم حزب الدعوة وغير حزب الدعوة، زين من صار الهجوم على الفلوجة قالوا احنا جايين قاتل اللي يقاتلون الامريكان، زين شلون هم مؤسسين المقاومة؟ يعني حكومة الجعفري وحكومة المالكي قاتلة المهندس مثلا؟ هذا السؤال. هذا واحد. ثانيا اكو تصريح لأول رئيس وزراء من حزب الدعوة الجعفري مقابلة على قناة العربية، سأله المذيع قال له كم فصيل مسلح بالعراق؟ قال له كثير. قال له يعني كم؟ قال له يعني تقريبا 80 إلى 100 فصيل. قال له أكو بيهم هم مقاومين للاحتلال الأمريكي؟ قال له كلهم إرهابيون، وهي موجودة طبعا، موجودة على النت على السوشيال ميديا موجودة. قال كلهم إرهابيون. إذا كلهم إرهابيون يعني سليماني والمهندس إرهابي، وهي واحدة من الاثنين، لو هم إرهابيين لو لا مو هم مو مقاومة، أكو مقاومة من ذيك المناطق وهم الإرهابيين بنظرهم طبعا وبنظر أسيادهم. فهذا أكبر دليل أنه ما في شيء اسمه أسسوا مقاومة المهندس، هم أذناب الأمريكان والصهيونية، وهذا الشيء معروف ومكشوف. لكن طرح هذا بهذا الوقت بالذات بهذا الوقت إلى أهداف، الأهداف إلى من أهم أهدافه تضليل الرأي العام العراقي، خصوصاً أن أكو بين قوسين انتخابات جاية، وأكو إدارة أمريكية جديدة، وأكو مناقشة للملفات الإيرانية بالوقت القادم بالتطور بناء على التطورات اللي موجودة في بلطات الخليج والتطور اللي صار بأمريكا. القصد هو بناء فكرة جديدة للعالم عن إيران. أخ عادل، أخ عادل سؤال. تفضل. قاسم سليماني مسجل على قوائم الإرهاب الأمريكية لو لا؟ طبعا. زين تقدر تقول لي قاسم سليماني مسجل على قوائم الإرهاب الأمريكية، شلون أمريكا تأمن له الغطاء الجوي في حرب الميليشيات المسلحة بالعراق المدعومة إيرانيا ضد الإرهاب تحديدا داعش؟ ماكو شيء اسمه ماكو. هاي امريكا، هاي مصالح، ماكو عدو دائم ولا صديق دائم، انما مصالح دائره. مثل ما خميني كان يصيح 24 ساعه امريكا الشيطان الاكبر وكلا كلا اسرائيل، ومعروفه صفقه ايران جيت. مو هذا يعني احنا ما جاي نتكلم على قبل 1400 سنه، نتكلم على الثمانينات. هسه هاي الاكتشافات الجديده الوثائق اللي رفعوا عنها الغطاء، غطاء السرية قبل كم يوم، قبل أسبوع أسبوعين، إن إيران استخدمت أسلحة كيميائية بسنة 83 و84 و88. يعني ما كانوا يعرفون الأمريكان أنهم استخدموا أسلحة كيميائية الإيرانيين؟ ما كانوا يعرفون أن إيران هي اللي قصفت مدينة حلبجة؟ ما حد يعرف؟ طبعا السياسيين العراقيين كلهم يعرفون، بس يحشون يخلون يقدرون يحشون بيها. نعم. شكرا لك اخ عادل من رومانيا. ممتاز حياك الله يا ممتاز. حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا تقريبا الحكي يوميا بين عاد نفس الشيء، بس ماكو غير ما حل. ويمكن البارحه الاول بارحه قلت اني اذا
الحكومة هاي الموجودة حاليا إذا ما تطلع مستحيل العراق مثل ما كان. والشيء الثاني طبعا كلهم مرتزقة وكلهم إرهابيين والحكومة يحكمون العراق، وموسى مصطفى هذا شو اسمه الموسوي، المهم كلهم إرهابيين عطانين قتلة، ومنو جابهم أمر أبدهم. الشيء الثاني مثل ما قال الأخ هسه من لندن، كلها مصائب وغسل أموال وبيع أسلحة وتدمير وطن. يعني هذا بناء توقف يعني بعد 50 سنة ما ينبني، وش قد فلوس راح يروح له؟ هاي كلها هي هذه هاي الفوائد مالتها. ما يهمهم منو يموت ومنو يعيش ومنو ياكل ومنو ما ياكل. هاي كلها مافيا واستعمار. نعم. شكرا لك اخ ممتاز من الكويت. سعد حياك الله. يا سعد حياك الله، والدوم يا نخني تحيه لك وللبرنامج وللقناه. تاجر بس مجرد توضيح، ترى اذا كان انت فهمتني خطا غلط، يعني فهمتني خطا. نعم. يعني انا اقول سابقا ان في نائبه عراقيه تقول يا سعد اشتغل عندي وانطيك دينار كل يوم دينار، فما رأيك وتعليقك؟ بس أردت توضيح هذه الكلمة لك ولجنابك. ينتخب أي شخص عنها يعني ويعطي دينار؟ البرلمان الجديد نتمنى وجوه جديدة على المجتمع يخدمون الوطن. وكذلك بالنسبة أيضا يجب تجريم المتعاطي الذي يستخدم ويستعمل القسوة والعنف ضد المحتجين والمعتصمين يا أستاذي. وآخر الكلام ارحم الشهيد وشاف المريض من الطبقة الفقيرة اللي زي حالاتي. تحياتي لك وللبرنامج. حياك الله حياك الله. أبو كرار من البصرة حياك الله. أبو كرار هلا بيك أخويا، السلام عليكم. تسمعني أبو كرار؟ سمعك بس الصوت يمك كلش ضعيف. وأنا يم الصوت يمك كلش ضعيف. نعم تفضل. نعم، حول قتل المتظاهرين وما أدى به أحد الجهات المرتزقة والعلمية. اليوم قتل المتظاهرين أستاذ من قبل الميليشيات والأحزاب، هذا في متفق عليه، وبعلم الحكومة وبعلم الشيوخ الحشائر أمام أنظار الناس هذا معروف. ولكن عندما يقف أحد الميليشيات هذا تبرير. نحن نعرف كل الجهات حتى المتظاهرين من قبل الميليشيات والأحزاب الموالية اليوم بإيران. جهات المتظاهر أو المحتج هذا تبرير، هذا واحد. أما بالنسبة للانتخابات القادمة أنا أقول والكل يسمع على هذا الرأي، لا توجد أي انتخابات. اليوم المفوضية تفضل تقول خلل فني، هي زين المفوضية مين؟ المفوضية هي كلها أحزاب وميليشيات طبعاً تفضل. لذلك على العراقيين أن يصفوا أن يعلي هذا الشيء. يا أخي كافي خنوع وخضوع للأحزاب. اليوم أصبح العراق كلتي العراق مواجهين لهذه الأحزاب، لذلك تشوف تصول وتجول وتلعب مثل الأموال العراقيين. اليوم حكومة الكاظمي وما سبق من الحكومات اليوم يضحكون على الشعب، شعب طابع أخي، شعب طابع. احنا اليوم ما عندنا إرادة، ما عندنا مبدأ، ما عندنا ضمائر انتهت ماتت. كل من العراقيين اليوم منتظرين يطلع واحد يساوي ويبرر من قتل المتظاهرين. نعم. 2018 من قتلهم؟ مجمل الشمري واشباعه والاحزاب. 2019 والاحزاب المواليه لايران وما زال مستمر القتل والخطف والسلب. اخي العزيز احنا ما عندنا اراده عراقيين مع الاسف خاضعين لهذه الاحزاب. لذلك تشوف تصريحاتهم سيطرتهم. اليوم اجت الاحزاب بغير وجوههم تحكمهم يبطمهم وجاي تدخل في
الانتخابات باسماء وطنيه، واليوم حتى هذه الكتله اللي شكلت الجديده ترى تابعه للاحزاب والجنسيات لكي تدخل بغير وجود اسماء وطنيه. فبالتالي احنا اليوم لابد ان يكون فينا رأي. وبعد الاستاذ محمد الدوره الحمراء قادمه لا محال. نعم شكرا 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 لك ابو كرار. اعتذر من الساده المشاهدين اذا كان اكو خلل بالصوت في اتصال ابو كرار، بس كلكم تعرفون حال الاتصالات بالعراق ومأساة الشعب العراقي بقضيه الاتصالات. صباح من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه للتصريحات يمكن قائد الشرطه قائد شرطه محافظه البصره اللواء عباس ناجي. نعم نعم. فتصريحاته كانت جدا معيبه، مو يعني شخص يعني ضابط محنك او ضابط قيادي يمثل الدوله في سبيل يصرح ايش تصريحات خطيره. يقول احنا راح نصل للقاتلين، من القاتلين اللي راح تصلهم؟ والمتظاهرين صار لهم اكثر من سنه ونص سنتين، الاغتيالات مشتغل عليهم والخطف، زين الخاطفين من يجون بسيارات مال دولة بي كمان دفع رباعي وغيرها وسيارات الدولة وسيارات الحشد، ويخطفون نساء خطفهم نساء وخطفهم شباب من المتظاهرين بكل المحافظات الجنوبية، وتم قتل بعض وتم تصوير بعض تصوير معيب وعذبوهم واخدم عليهم تعهدات في سبيل حتى بالعراق ما يبقى زين الدولة والقانون اللي هو يمثلها هذا سيادة اللواء. يعني وين وصلتوا انتوا بتحقيقاتكم؟ هاي العصابات المنظمه اللي الشعب يعرفها منو؟ احنا نعرفهم ميليشيات ولائيه وتابعين هم من ضمن الحشد اللي تابع الرئيس رئاسه الوزراء. فهذا الشخص هذا الشخص غير مسؤول من يحكي، هو لا راح يصل المجرمين ولا راح يصل الى تحقيق عادل في سبيل نعرف احنا، بس الشعب العراقي والمتظاهرين يعرفون من الخاطفين، كلهم قبعات زرق والعصائب وبدر. هم اللي جاي يقمعون المتظاهرين ويخطفوهم ويعذبوهم ويساوموهم ويهددوهم ويبتزوهم في سبيل إبعادهم من ساحات التظاهر ويخلون الأمور طبيعية تمشي بالعراق. احنا سؤالنا الثاني مو بس لهي الشخصيات، للمرجعيات واللي يمثلون الدين واللي لابسين عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني انتوا ويا منو؟ يعني كل المرجعيات مقتدى الصدر او السيستاني او كلهم كل بدون استثناء سنه والشيعه. يعني المجتمع العراقي جاي ظاهر ضد حكومه واحزاب فاسدين. المفروض بخطبهم بالجمعه بالنجف او كربلاء او بغداد او بكل محافظات العراقي من يطلع الخطيب يحكي لابس عمامه، المفروض هو بصف المتظاهرين وبصف المجتمع العراقي جاي يقولوا لكم ان الطبقه السياسيه برمتها 17 سنة طبقة فاسدة، يعني طبقة ما تفيدنا، ما بنت ولا عمرت ولا عندها أي إنجاز في سبيل احنا ندافع عنهم. فأهل العمايم بالجنوب وبالوسط وبالغربية وبكل المحافظات اللي يطلعون بالجوامع وبالحسينيات وبغيرها وبالعتبات المقدسة من تخطبون وتحجون باسم السيستاني وباسم مقتدى الصدر، يعني المجتمع العراقي المتظاهرين يقول لك هاي الطبقة ما نريدها. والسيساني إذا وجد قبل قال المجرب لا يجرب، وجاي تعيدوهم نفس الإشكولات، يعني تدوير النفايات هاي الوجوه كلها سواء صالح المطلق سليم الجبوري نور المالكي أياد علاوي كلهم فاسدين بدون استثناء وكلهم جاي يقمعون بالمتظاهرين والدولة معاهم القانون معاهم كلهم جاي يقمعون بالمتظاهرين سواء الجيش أو الاتحادية أو الشغب أو الحشد اللي يسمونه حشد مقدس. نعم. صار حاليا حشد مقدس هم اللي جاي يقتلون بابناء الجنوب. نعم 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 شكرا شكرا لك اخ صباح. مشاهدينا الكرام، يعني اذا نريد نحكي على الميليشيات وعلى الحشد وعلى الجيش، بس اريد نشوف هالفيديو هذا اكو شغله لفتت نظري به، فاتمنى من السيد المخرج انه يظهره حتى نسال المدير شرطه البصره. هذا الفيديو اللي تشوفهم امامك لابسين خوذ ولابسين زي مرقط او زي العسكري، مواطن جاي دا يستنجد بيهم يشتغل الضرب عليه، بس انا اللي لفت نظري اكو كم واحد بيهم من جوا مرقط ومن فوق اسود، والاخ جاي شايل لي علم هو وكرشه ولابس لي شفقه شكل والتيشيرت اسود والبنطلون مرقط، هذا يا جيش محترم عنده هيج قيافه
وين العقيده، وين القيافه العسكريه؟ هذا الضرب اللي دشوفه، هذول مو ميليشيات او قوات امنيه؟ هذا الضرب بده ينضربون به المواطنين؟ وتجي انت هسه حضره جنابك تطلع بتصريح تريد المواطن يصدق انه هذا بده يضرب به هسه بهالفيديو اللي طالع بصفي انه هذا مو من القوات الامنيه؟ تريد المواطن العراقي يصدق انه هذا اللي واقف هسه بالعصا او بالاخمس او باي شيء ويضرب المواطن على راسه؟ لان اكو لقطه هسه راح تطلع اذا تتبعوها هسه، هذا اللي وين الولد الشايل العلم، اكو واحد حاطيده على راسه لابس اسود راح ينضرب على راسه. اذا تجون بها بالقانون هاي ممنوعه، الضرب على الراس ممنوع. فما اعرف ايش احكي. عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلون استاذ افل؟ هلا بيك اخوي. استاذ افل لا تستغرب من هالشكولات هذه. مدير شرطه، مدير الشرطه هو بيد الميليشيات، الميليشيات هي اللي الحركه. فلا تستغرب هاي الحاله. استاذ عبد الرزاق يعني هو بس مدير الشرطه، هم مصطفى الكاظمي رئيس وزراء والقائد العام للقوات المسلحه قال له انقص ذانك. بارك الله بك، داسوا على صورته، مو بس قالوا انقص ذانك، داسوا على صورته. فاذا كان رئيس الوزراء اللي هو اعلى قياده بالبلد ما يقدر الذوله. يعني تريد مدير الشرطه هو اللي يسيطر على حتما يبرروا المواقف مالتهم، اعتبر هذه مواقف ارهابيه، هذه مو يعني مو قانون، يعني ما يجي يطبقون القانون. هذه اعمال ارهابيه ضد المواطنين، والا شنو هذا؟ اذا 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 المواطن البريء ها مدير شرطه وجماعته وعصابته يضربون لك هذول الناس الابرياء، زين بعدين من يتجه؟ الرساله ضعيفه من يتجه؟ اذا القانون ما يحميه واللي يمثل القانون هو اللي ينكل به، من الشخص بعد يتجه؟ فذولا لا تستغرب معكم استاذ افن، ذولا لا تستغرب معكم. يعني مع كل الاسف انا جاي يعني اقول هم وداعش يعني وش العمله؟ يعني صراحه غير يعني شنو فرقهم عن داعش؟ نفس اعمال داعش الارهابيه، انسان ضعيف يطلع يتظاهر، يعني تنتقم من عنده، هو لو ظرف المادي زين يطلع يتظاهر، زين انت اذا مو موفر له ابسط مقومات الحياه يشتد معده، يعني شلون يسكت؟ اللي يعني سكت على الفقر مالته ابتلع، اللي طلع مظاهرات ابتلع، وهم بالدستور مالتهم الدستور مالتهم يكفل بانه المواطن حقه يتظاهر، زين اذا يتظاهر وانتم جاي تقمعونه بالضرب هذه، وين بعد واحد يروح؟ ما تقول لي يعني هل الوضعية هذه وإلى متى؟ يعني صراحة يعني ما أشوف الوضع بالعراق جاي يستقر ومن أسوأ إلى أسوأ، يعني ما الحياة أبدا ما جاي تخدم المواطن العراقي. هاي هسه شوفها العالم هذا اللي اليوم هاي عصر التكنولوجيا وعصر الخدمات، احنا المواطن مالتنا اذا طلع يتظاهر بابسط الحقوق، هاي 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 الاساليب اللي يستخدموها بحق، مع كل الاسف. نقول الله يحفظ العراق والعراقيين، ما غير هذا ما عندنا اي كلام. اشكرك استاذ افل. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. هي النكته مو هنا، هي النكته من يطلع ويقول لك انه ذولا ما لهم علاقه واحنا القوات الامنيه مستحيل نقتل المواطنين. نطرح السؤال هنا، منو بده يقتل المواطنين؟ اذا جهه خارجيه وده تلبس الزي العسكري وعندها سيارات رسميه ودفع رباعي تابعه الى وزاره الداخليه والى وزاره الدفاع، وعندها سلاح وزي رسمي تابع الى وزاره الداخليه ووزاره الدفاع، فهنا صدق قرة عين الاستخبارات والمخابرات والقوات الأمنية والشرطة والشرطة الاتحادية والذهبية وكلهم كلهم قرة عينهم. دول شلون طبوا وشلون أخذوا زيكم وشلون أخذوا سياراتكم وشلون دا يعتقلون وين دا يودوهم؟ أحمد من باب الحياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يعني الصراحة يعني عندي وجهة نظر، ما أشوف نقاش موضوعي يعني. نعم. اشوفه بيد يعني اشوف داخل صوتك ده يقطع يعني. اخ احمد تعميم مو صحيح استاذي، هذا تعميم، ده اشوف تعميم بالنقاش يعني، ده تلقى احكام يعني مو صحيح يعني نتيجه الحق. تعميم على منو؟
يعني انت يعني قاعد اكو صراع بالبلد، صراع سياسي بالبلد. اكو صراع سياسي، احنا ما جينا على السياسه، احنا بدنا نحكي على تصريح الى قائد الشرطه. قائد الشرطه يقول انه اللي قتلوا المتظاهرين واللي اغتالوا الناشطين واللي اعتقلوا المتظاهرين والناشطين ما لهم علاقه بالقوات الامنيه، لان القوات الامنيه ما يسوون هذا الشيء. احنا حكينا على هذا التصريح. يجوز كلامه صحيح. لا بالله. لا عاد منو بده يعتقل؟ لا يجوز كلامه ما تعرف ولا هو يعرف ولا الدوله العراقيه تعرف ولا المخابرات ولا الجيش ولا الشرطه. هاي هذا ترى حكي دين. يعني اذا اجى واحد اني هسه اذا جيت للعراق ولبست زي عسكري وحطيت رتبه وجبت 4 من جماعتي لبستهم زي عسكري وشيلتهم سلاح وركبتهم سياره دفع رباعي تحمل رقم يتبع الى وزاره الداخليه او وزاره الدفاع واعتقلت واحد بدون امر قضائي واخذته وطلعت والدوله ما عرفت بيه والجيش ما عرف بيه والشرطه ما عرفت بيه ولا الاستخبارات ولا المخابرات، عمت عين هيج دوله. لا اكو دولة استاذ، اكو دولة. أكو وين الدولة يا اخويا؟ يا دولة هاي بدك تحكي عليها؟ دولة اللي دادنباغ، دولة اللي طبوا لها الايرانيين عامي شامي. استاذ اكثر من 1,000,000 منتسب بالاجهزة كلهم تحكي عليهم مطر. اكثر من 1,000,000 منتسب، هو طلع اليوم ويقول القوات الامنية مدى تقتل ومدى تعتقل. زين الناشطين المعتقلين وين راحوا؟ هذه جهات خارج عن القانون. شنية؟ جهات عن القانون، اكو عصابات، اكو هذه هي الاجهزه الامنيه تحارب. جهات خارجه عن القانون. زين واذا هاي الجهات الخارجه عن القانون طلع خيس خزعلي وحكى بيها وطلع هادي العامري وحكى بيها وطلع غيره وغيره وابو ما اعرف منه واللواء ما ادري منه وسرايا ما ادري شنو واحنا اعتقلنا فلان وجبنا فلان وما ادري شنو، هسه شو تقول لي؟ يعني بدر والعصايب خارجه عن القانون؟ جمله بس جمله واحده استاذي، انا ما قاعد ادافع عن احد بس انا امنيه بالبلد موجوده. شنو هي؟ قاعد تحارب الارهاب وقاعد اخويا احنا هسه ما بدنا نحكي محاربه الارهاب ولا جبنا طاري محاربه الارهاب، احنا بدنا نحكي الناشطين والمتظاهرين اللي اعتقلوا واغتيلوا على يد منه. اذا انت تقول لي جهات خارجه عن القانون فبدر اعتقلت وباعتراف هادي العامري. كل دول العالم بها عصابات، لا تتهم جهات سياسيه. بدر اعتقلت وباعتراف هادي العامري والعصايب اعتقلت وصلخت وضربت باعتراف قيس الخزعلي والسرايا اعتقلت وسوت وما سوته باعتراف مقتدى الصدر. فحسب كلامك اخويا العزيز احمد السرايا والعصايب وبدر خارجه عن القانون، اذا شلون تتبع القوات الامنيه؟ هذا كلام مو صحيح. هذا مو صحيح يا اخويا، انت دا تقول بإطلاق جهات خارجة عن القانون مو بالضرورة هاي جهات سياسية. اخويا اخويا قال مدير شرطة البصرة الميليشيات تابعة للقوات الأمنية والحشد الشعبي مستحيل يقتل لأن تابع للقوات الأمنية. البدر والعصايب والسرايا والكتايب والما أدري شنو ذني تابعات للحشد. بدر اعتقلت وباعتراف هادي العامري وموجودة على الانترنت، والعصايب اعتقلت وباعتراف خيس خزعلي وموجودة على الانترنت واكو فيديوهات، والسرايا اعتقلت وضربت والقبعات الزرق سوت ما سوت وموجودة على الانترنت. فحسب كلامك اذا جهات خارجة على القانون فالسرايا وبدر والعصايب خارجة عن القانون. الله يبني الدولة، ما يبني الله يبني الدولة، هذا تأجيج للصراع الطائفي وما يبني العراق هذا. شكرا لك اخ احمد. اخ احمد طبعا مين ما اجي راح يقول لي هذا ما يصير وهذا ما يصير. اخويا العزيز احنا سالنا سؤال وسؤالي واضح، طلع فيديو بدايه البرنامج الى عباس ناجي، انت تقول تعمم؟ اي نعم انا دا اعمم، كل الحشد والميليشيات والقوات الامنيه هي دا تسوي هذا دا تسوي بالمتظاهرين والناشطين كلهم. ما تجي تقول لي جهات خارجه عن القانون فارجع واقول لك قرات عين القوات الامنيه والحشد اذا اكو جهات خارجه عن القانون دا تسوي اللي دا تصير بالعراق. ابو عليوه من البصره حياك الله. الله يحييك. هلا بيك اخويا.
اول شيء خلنا نكون يا صريح، اتمنى وما ينقطع الاتصال. تفضل اخوي. اول شيء البعض من الاجهزه القمعيه، احنا ما نعمم بصراحه، البعض من الاجهزه القمعيه والاحزاب من 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 ضمنها بدر والعصائب والكتائب والنجباء شاركوا قتل المتظاهرين ان كانوا بالجنوب او بغداد. زين. وبالنسبه هذا قائد الشرطه من اللي جابته الاحزاب، هذا من بعد ما قتل المتظاهرين ليح وجميل الشمري وبر منه شمر، جابوا هذا حطوه هذا اللي قمع التظاهرات. اليوم الفوج مالته فوج الطواري والصدمه اللي اسسوه هي اللي قمع واعتقال المتظاهرين. لا تترجى، لا احنا بصراحه انا من البدايه قلت لك راح اتكلم وياك بصراحه. نعم. شاركوا تدمير العراق هو صدام وايران والسعوديه تركيا قطر والكويت وماكو وامريكا، ما ظلت دوله ما دمرت هذا البلد. اليوم الشعب يموت من الفقر ومن الجوع ان كان بالغربيه او بالجنوب، بصراحه اقول لك اياها الحكي ما يفيد وياهم، هذول ما يعرفون اللغه. انقطع الاتصال ويا ابو علياو، كنت اتمنى يكمل كلمته. دا اقول له افترينا ورجعنا للمربع الاول، همينا شمرنا مساوئنا على غيرنا. اخوي العزيز اذا تجي على امريكا والدول راح تقول لك انا ما لي علاقه، عندكم حكومه انتم انتخبتوها، انتم جبتوها، انتم صعدتوها وصار لكم سنين. اذا تريد تجي على الواقع ذولا يقولون احنا عراقيين، فلا نظل نشمر بلانا على غيرنا. مشكلتنا منا وبينا، مشكلتنا لما يطلع لنا واحد مثل الاخ عبد الرزاق يقول اكو قوات امنيه واكو امن بالعراق. وين اكو امن بالعراق؟ واحد يبدل بنشر ينشال، ناس تطلع تشتري هدوم للعيد مثل ما صار بالكراده ويتفجر مالك بيهم كامل، ناس طالعين ومهزومين من الارهاب ومهزومين من داعش ومن ضيم داعش اللي جابوا الحكومة إن هم وإيران، ويرحون على القوات الأمنية متوسمين بيهم خير ويقولهم نخذونه وينشالون مثل ما صار بالرزازة. العراق وين بأمن؟ وين بقوات أمنية؟ وين بحياة أصلاً؟ العالم كلها تعترف أنه العراق أسوأ بلد بالعالم، إلا بعض الأشخاص اللي موجودين بالعراق يعتبروا أفضل بلد بالعالم. بالنسبة إلى رسالة الواتساب، عندي شخص داز للصورة، الصورة إلى مجلس الحكم الانتقالي بعام 2003، جلال طالباني، محمد بحر العلوم، عثمان محمود، عثمان أحمد الشلبي، إبراهيم الجعفري، الحكيم غازي عجيل الياور، هالمجموعة جتي. يقول صورة نادرة للفيروس الذي ضرب العراق عام 2003، كل العالم يعاني من فيروس كورونا إلا العراق يعاني من هذا الفيروس اللي فتك بالعراقيين وما إلى أي علاج إلى اليوم، واللي اسمه فيروس باغونة. رسالة أخرى من الواتساب، السلام عليكم، أتمنى أن تنشرون هذه الفيديوهات. أخي العزيز بالنسبة إلى أي فيديو ترسلها لا ترسلها على هذا الرقم المخصص إلى برنامج صوتكم، مو دائما نقدر نشوفها. عندك بالشريط الأزرق اللي يظهر أسفل الشاشة نافذة أنت ترى، ارسلها إلى هذا الرقم وإن شاء الله نرسلها. السلام عليكم أخواني كادر قناة الرافدين الشرفاء، أتمنى يأتي اليوم اللي أشوف بيه جعفر الموسوي الادعاء العام والقاضي رؤوف والقاضي محمد عريبي يحاكمون كل من عذب وقتل في الشعب العراقي مثل ما حاكموا الرئيس السابق صدام حسين، محبكم عراقي في عمان. السلام عليكم أيها المسجلين، أين الجيش العراقي والقوات الخاصة والفدائيين والحرس الوطني ووزارة الدفاع؟ هي الحكومة تضع الحشد الشعبي الإيراني يحكمون العراق؟ أي حكومة أنتم؟ وهل هذا رئيس جمهورية؟ أنتم كلكم لا تنسون ما تسمون فلسيان أحمر. أيها الشعب أنتم باقين بالعراق، نحن ليس لنا مكان في هذا الوطن الذي استعمروه والاستعمار معا أيدي عراقية وهم خونة في هذا الوطن. أرجو أن تنهضوا وأنهوا التفرقة لأنها من صالح الاستعمار، وكونوا يدا واحدة. رسالة من ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عبد الله أبو، أنا من مواليد مدينة جوربيل من السنغال، أنا مشاهد دائم لكم، أرجو لكم دوام التقدم وشكرا. تحية خاصة لك أخي عبد الله بوي
ونتمنى أن تكونون بخير، وإلنا شرف أنه يكون إلنا جمهور في كل العالم. السلام عليكم أستاذ، أنا أسميك أسد، ابني مفقود من عام 2016، ماكو أي خبر عنه، ليش الحكومة ما يطلعوهم؟ بس من الصير انتخابات يريدون أن ننتخب، والله ما ننتخبهم، وقلوبنا محروقة على ولدنا المغيبين، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. رسالة أخرى، السلام عليكم قناة الرافدين، أستاذ اللي قبل الكاظم ايش سوى؟ على مود الكاظم يسوي، كلهم حرامية وسراق، الله ياخذ حق الشعب العراقي وشكرا. سؤال إلى أحمد من بابل، لماذا خروج العراقيين من العراق؟ كم أنت أكثر من 6 ملايين عراقي في خارج العراق، أريدك تعرف السبب وتقول لنا السبب. السلام عليكم أخي العزيز أفل، إيران تقتل أبناء العراق باسم الأحزاب والحكومة، جبناء والله والحكومة جبانة، والله نموت ومنعوفك العراق. ابن تشرين حياك الله أخي العزيز. رسالة أخرى وصلتنا من العراق تقول حيا الله أحرار العراق من شماله إلى جنوبه. المشكلة اللي تصير اليوم بالعراق أنه إحنا بين نارين، هاي النارين جابتها لنا الديمقراطية الأمريكية على ظهر الدبابة معلبة بشكل خاص إلى العراق. هاي الديمقراطية اللي جابوا لنا إياها مو هي الديمقراطية اللي إحنا نقرأ عنها، هي ديمقراطية خاصة بسياسيين العراق اللي جوا وراء 2003 وسياسيين الولايات المتحدة وإيران لأجل شيء واحد بس، أنه العراق يوصل للي وصل اليوم وأزود. بس إحنا نعرف شغلة واحدة بس، أنه الشعب العراقي عمره ما مات ويبقى حي إلى الأبد، فالجواب راح يكون يمكم يا الشعب العراقي، لأنه الحي ما يموت. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الحلقة بموعد جديد باكر، في أمان الله.